بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمار مناف مهدي، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الكلى، أعمل حاليا في بريطانيا. حبيت أسوي هذا الفيديو بأسلوب مبسط لكافة الناس بعد ما ظهر مؤخرا كثير من الأمور التي ممكن تؤدي بحياة الكثير من الناس، خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها أهلنا في الأعزاء في العراق. آخر المستجدات هي مسألة الكمامة، ومع الأسف آخر الأيام، قبل أيام قليلة جدا، ظهر في الإعلام شخص يدعي أنه الكمامة ممكن تزيد الإصابة عند الأشخاص المصابين، وممكن تؤدي إلى ضعف المناعة وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في جسم الأصحاء، وبالتالي يعرضهم للإصابة. طبعا خلنا نأخذ المسألة من ناحية علمية. أولا، الكلام اللي جابه الشخص اللي تكلم بهذا الموضوع ما أي قاعدة علمية. إن قاعدة علمية مو مجرد تصفيت كلام، قاعدة علمية تقوم على تجارب، جربون على الناس، ملاحظات كبيرة على الناس. تلاحظتوا بالصين أول ناس استخدموا الكمامات، وإحنا في بريطانيا تأخرنا باستخدام الكمامات بشكل كبير، ومؤخرا يا الله قمنا نستخدمها بشكل كبير، لأنه شافوا الأدلة على فائدتها كبيرة جدا، بالذات في مواجهة الجائحة هاي. عموما الكمامة هي اسمها شنو؟ هي اسمها سيرجيكال ماسك، يعني كمامة جراحية، يستخدموها عادة الجراحين في صالات العمليات، هاي أصلها، يعني سيرجيكال ماسك يسموها. فاستخدامها شنو سببه؟ حتى يمنع تنفسك، ان احنا تنفسنا كله بأنواع من الجراثيم اللي هي جراثيم ما تسبب لنا مرض لنفسنا إذا عندنا مناعة طبيعية، ممكن تنقلها للمريض اللي قاعد تعالجه بأثناء العملية، اللي هو ممكن مناعته تنزل نتيجة العملية ونتيجة التخدير ونتيجة غيره. الحقيقة هذا الرجل الجراح اللي تكلم بهذا الموضوع نسى أهم قاعدة، هي أنه مصدر الأنف والفم مصدر لكمية كبيرة من أنواع من البكتيريا، نمنع انتقالها للآخرين. فبالتالي لبس الكمامة بالأماكن العامة وبالأماكن المزدحمة ولما تلتقي بشخص آخر يمنع بشكل كبير كمية الفيروسات اللي أنت ممكن تنشرها إذا أنت كنت حامل لهذا المرض أو مصاب، ممكن تكون حامل إلى وما عندك أعراض، لذلك هنا المشكلة. فيحد بشكل كبير جدا لبس الكمامة من انتشار المرض. فأنت شنو عندك، شنو اللي يهمك؟ يهمك نفسك لو يهمك الناس وأهلك وناسك والناس اللي ممكن كبار بالسن تنصاب وتموت بشكل مفجع مثل ما نشوفه يوميا من ما ابتدت الجائحة بداية العام 2020. إذن هذه المسألة مفروغ منها، يمنع. أما إذا يقول لي إنه أنت إذا مصاب ولابس كمامة وينقل لك يرجع عليك الفيروس، والفيرال لود سما اللي هي كمية الفيروسات تدخل جسمك تكون أكبر، في الإصابة تكون أقوى، هذا كلام أيضا غير علمي نهائيا. لأنه أولا الفيرال لود لما يجي هي بداية الإصابة بالفترة الحضانة، لما المرض يجي هذا الفيرال لود اللي ممكن يأثر إذا كان هو من الأسباب اللي تسبب إصابة قوية للإنسان بمرض كوفيد اللي هو كورونا. لكنه في الحقيقة الفيرال لود إذا كان بعدين تعرضت إلى كمية أكثر من الفيروس بعد الإصابة، ماكو دليل علمي أنه أصلا يزيد الإصابة، لأنك أنت مصاب، الفيروس لقى مكانه ومشى، وبعدين هو يشتغل على الخلايا نفسها، على الريسبتورات ما تنشاف هاي حتى بالميكروسكوب الاعتيادي،
مجسات يعني ريسبترز يعني هذين المستقبلات، هذين المستقبلات موجودة بالخلايا يشتغل عليها. وين بخلايا؟ خلايا الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسي وال بالكامل من الخشم إلى الجهاز الرئوي. فإذا ماكو هيجي حكي يعني مثل ما يقولون إنه الفيروس راح يرجع عليك، وإلا هذا مو كلام مو علمي نهائيا، والتصديق به حقيقة من السذاجة بمكان يعني لا يمكن أن توصف حقيقة. وأنا استغرب شلون هيجي كلام ممكن يقبل على الإعلام حقيقة. المفروض تقطع التصوير أصلا. ليش؟ لأنه راح يشوش على ناس، راح يسبب إيذاء ناس. إحنا الإعلام مفروض لفائدة الناس مو لتجهيل الناس وخليهم يقعون في أقل شيء يقعون في الشك. أكو ناس مو بس شكت، أكو ناس مصدقة أصلا. فإذا موضوعنا هذا. الموضوع الآخر موضوع ثاني أكسيد الكربون. لبس الكمامة ما يغير بالأكسجين. أنت إنسان الطبيعي، إحنا لابسين كمامات 8 ساعات أثناء العمل، أحيانا 12 ساعة، صحيح نوخرها فترات قصيرة فترات استراحتنا وكذا، لكنه ما تسبب نقص لا بالأكسجين ولا زيادة بثاني أكسيد الكربون، لأنه الكمامة مصممة بحيث يخرج ثاني أكسيد الكربون والأكسجين من الهواء أنت تأخذ بكمية كافية، فهذا ما يأثر عليك صحيا. صحيح يضايقك ربما التنفس، البخار اللي يدخل على العين، عيون تقوم تحرق أحيانا، يصير بها جفاف كذا، هاي الأمور أعراض جانبية تصير طبعا، لكنه حقيقة احنا متحمليها لأن لسبب أكبر وأعظم اللي هو الحد من انتشار المرض. الحد من، وكل ما انتشر المرض كل ما يصير أقوى في القتل، وتشوفتوا أنتوا بأمريكا شون صار قوي بحيث يقتل كل يوم أكثر من 1000 وصلت حتى 2000 باليوم، أعداد هائلة إنه ما التزموا الناس. ترى الجهل أحيانا مو قلة أو كثرة شهادات، الجهل أحيانا وكثير من الأحيان أيضا يكون موجه إعلاميا. هذا المشكلة، هذه المشكلة. فأنا أحب من إخواني وأخواتي وشعبي الحبيب في العراق يعني ينتبهون لهذه المسائل ولا يسمعون أي كلام منا ومنا، لأنه أكو ناس تحب تظهر بما هو غير مألوف حتى مثل ما تقول ياخذ ضجة إعلامية. حتى الإعلام نفسه هو يدور على شيء، يدور على شيء خارج عن المألوف حتى يجذب انتباه. فأرجو الانتباه لهالشيء وعدم الانصياع لمسألة انه خالف تعرف ايضا. هذا هاي مسألة هم خطيرة. اكو بعض الاشخاص حقيقة اقل ما اسميهم مريضين يستخدمون هذه الطريقة في جذب الناس، والحقيقة بالنهاية ضحك عليهم. أتمنى أن يكون هذه الرسالة توصل بشكل واضح لأحبتي وأخواني وأخواتي في العراق بالذات، وتبعون تعليمات طبيبهم. وأنت ما عندك يعني حل غير أنك تستشير المختص، والمختص صاحب الاختصاص الحقيقي مو شخص متطفل على الاختصاص. يعني ما ممكن تقول لي شخص اختصاصه مثلا بيطرة يقول أنا أقدر أعالج كورونا لأن اختصاصي فيروسات. هذا يعني ما معقولة تنطلي عليكم على ناس أصحاب حضارة مثل حضارة بلاد الرافدين. ما دام هو أساسا بيطري، شنو علاقتك بالفيروسات البيطرة؟ خليك بفيروسات البيطرة، شنو علاقتك بفيروسات البني آدم؟ بالإضافة إلى التخصصات الدقيقة مثل الجراحة وكذا على العين والرأس، الجراحين على العين والرأس إخواننا وزملائنا، لكنه كل واحد اختصاصه. أنا ما أقدر باكر أسوي عملية زائدة دودية، تعتبر بالنسبة إلي بسيطة جدا لكن بالنسبة إلي معقدة جدا، ممكن المريض يموت بإيدي. ما أنا مو اختصاصي، أنا شخص باطنية وأمراض كلى
فما أتعدى على اختصاص غيري حتى ما أضر غيري. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأتمنى لكم الصحة والسلامة والأمان بحق محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.